ابو ماجد كيف الحال؟ المهم بس الاراضي العشر بعوهم، اذا جابوا على مليون الوحده بعوها خلاص، انا بشتري في الديره. الله 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 يعطيك سعيك، ما احنا بنسينا. روح بس روح، عرضهم عرضهم، مع السلامه ولا يكثر. يلا مساك الله بالخير. مساك الله بالخير، شلونك؟ السلام عليكم. مرحبا. السلام عليكم. اقعد 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 اقعد. شنو اللي دخلكم انت وشله؟ دخلنا السالفة انت والحين؟ دخلنا الرجال. دخلتهم عشان يبونك. طيب شلون مدخلهم بالاستئذان؟ شفتهم على طول وجبتهم داخل. انا لاقيها منك ولا من رعيه هالعمال اللي في المكتب اللي ما يفهمون. ادع صادق من كلمك ابن الحلال، يعني احنا مو بمالين عينك الحين. اقول انت قلت لي ادخلهم على طول هنا اجيبهم. اقول الظاهر انك ما تفهم، لكن الفصله فيك مفصوله. ليش فصله؟ ما ابي اسمع بس لا تكثر هارج. اسمع، احنا جايينك في موضوع. اي نعم. يقول له قله له حبيبي ما بقى شيء، تجون في حضني بعد. اسمع حضني وجه بالنار، اخوي بيتزوج نبغى فلوس. لا غلطانين، ترى ذا بيت، تبون الجمعيه، ترى وراي الجمعيه. احنا جايين ما بيسالف، ناخذه ونرد بعدين. ليه مكتوب على الباب ان هذا الرجل راح يسلف ذا ولا؟ يسلف بيت كشخه ورزه وغتره وعقل على جنب. هاي التليفونات عندي وعندي طلب خرط. اي ما بقى شيء، قلطع على الغداء. يلا صار. اقول قم بس انت قم بس قم. ما شوف الله هاري يا جماعه، يا ابن حلال كله من كنت مفصول معه.